السلام عليكم. من العيدي تي في مدينه فاس. اليوم كنتواجد في مدينه مكناس امام المحكمه الابتدائيه، وقفه احتجاجيه كونتر الزروالي النصاب بهذا اللفظ هذا، لانه هو هان جميع المسؤولين في المغرب، هان قضاة، هان محامين، هان حتى محمد السادس قال له الشعبية نتاعك طاحت وجبتي ديزلايك كثر من لايك، وقال لك الدرابو طاح، ودار هو وقفة احتجاجية غير مرخصة، وقفة مفبركة، وهو عنده جمعية مفبركة، وهان مواطنين من أزيرو كاع المواطنين هانهم، والحكومة كاع هانها، وهو خصو يكون الكلمة نتاعو تسمع الزروالي يهضر، خصهم يطبقوا له القانون نتاعو، ظالم أو مظلوم. يعني حنا بغينا نعرفوا، وملي كنهضروا كونترو كنقولوا الزروالي انت داك الشيء اللي راك غادي فيه ماشي هو هذاك، كيرجعنا حنا انفصاليين، وحنا الشعب المغربي ماشي انفصاليين، حنا تحت شعار الله الوطن الملك، حنا كنبغيو الملك نتاعنا بدون ما مقابل. اما انت الزروالي انت كتستغل اسم محمد السادس في المصلحه نتاعك الشخصيه، وكتتاجر باسم محمد السادس بالمصلحه نتاعك الشخصيه، وكتتاجر باسم الدين في المصلحه نتاعك الشخصيه، وكتهدد مواطنين باسم مسؤولين، بالاسم نتاع مسؤولين كتهددهم، وكتهدد محسنين انصبتي عليهم ديتي لهم رزقهم باسم محمد السادس وباسم القضاة وباسم بيني للمحامي نتاعك نحيدو. وحنا دروك كنتواجدو في مدينة مكناس امام المحكمة الابتدائية باش كونترك الزرواني، لانه انت نصاب وكتستغل اسم الدين وكتستغل اسم جلالة محمد السادس، وانت ما عندك جمعية، انت عندك جمعية موف بركة، انت والحاج عبد الإله عندكم جمعية موف بركة كتستغلوها باش تجمعوا دراهم راسكم، باش تجمعوا الفلوس راسكم انتوما هاد الشهادة اللي كتتاجروا بهاد المساكن كتتاجروا فيهم، كتستغلوهم كتديو لهم رزقهم، وإلا بغاو يهضروا كتقول لهم والله وبينتي لي شي محامي نتاعك تنطيرو. هادي ماشي الفاظ، وحنا ملكيين الزروالي كثر منك حتى النخاع، وبدون مقابل. حنا كنبغي محمد السادس غير بالكرامه نتاعنا والشخصيه نتاعنا واستقرار لبلادنا، حنا ما كنستغل، حنا ما يمكن ليش نهضر انا بمحمد السادس، واش انا شفار وغنهضر بمحمد السادس ونسرق محمد السادس ونضرب واحد محمد السادس ونتعدى على واحد؟ فين كاينه هادي؟ انا ملي كنتفكر، ملي كنسمع ناشدونا على الدوام كنبكي، لان انا حب بلادي في بلادي وكنبغي ولاد بلادي. اما انت هنتي لنا بلادنا وهنتي لنا المواطنين تاعنا ومدخلنا قال لك لومبيلونسات نتاع الجزائر، واش حنا مستحقين اخوتي لومبيلونسات نتاع الجزائر؟ واش حنا مستحقين براوت نتاع الجزائر؟ حنا راه دوله متقدمه. لا فيراي براوت انا صورتها، مشيت حتى للدار نتاعو صورت له الدار نتاعو، وصبح كيهدد فيا. واش حنا ولينا الموزمبيق؟ واش حنا الراس الاخضر؟ حنا راه مكلاسين 121 في التنميه البشريه، حنا راه كنصنعوا الرون وكنصنعوا البيجو، وشكون عطاك حق باش تعطينا انت باش دخلنا انت دوك البراوت لهنا؟ شكون عطاك هاد التوريزاسيون باش تعطينا حنا البراوت دخلنا دوك البراوت نتاع الجزائريين؟ كون كان جبتيهم من فرنسا انت ملي بقات فيك المغرب كون جبتي
تستافد الامبيلونسات من المانيا، كون جبتيهم فرنسيين ما تجيبهمناش حنا من عند الجزائر. حنا ما رضاوش، جوعنا في كرشنا وعنايتنا في راسنا من مور محمد السادس. حنا ما كنسعاوش، حنا عندنا رزقنا، حنا عندنا رزقنا. انا اصبحت متهدد، اصبحت متهدد لانه مشيت صورت ديك الامبيلونس مع الدار نتاعو، صورت الدار نتاعو. قال لك علاش صور لي الدار نتاعي؟ هذيك الدار نتاع المحسنين غير انت نصبتي عليهم. قال لك كيسكن حداه في باريس، قال لك قسمين د المقاله ما كيبغيش يمشي لعندو، غير هو ما كيبغيش يمشي لعندو. هذا راه نداء الخوتي المغاربه، راه خصو يفيق، خصنا نفيقوا. هذا الانسان هذا راه نصاب، هذا الانسان هذا راه يمثل خطوره. هذا راه كون كنضرب شي 10 سنين في فرنسا راه ما عرف شنو هو غيدير. هذا راه هان مواطنين، هان حكومه، وهان كلشي الجامع هانو. هان اصاحبي كلشي هو هذا الانسان، راه خصو يتعتقل، راه خصو القانون يدير مجراه مع هذا السيد. هذا راه هان مواتنا.